بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة وتتعلق لنا طبعا بوحدة التربية الإسلامية. إذا كيكون عندها طبعا نفس الامتحان مع اللغة العربية، تكون سنجيب عن امتحان نموذج حتى نتمكن طبعا وناخذ تجربة وضعية تقويمية تبعا لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان لهذه السنة. فإن المغاربة اكتفوا بأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح في بيوتهم. وضعت أسرتي برنامجا خاصا لإحياء ليالي هذا الشهر الفضيل. ففي اليوم الأول تابعنا عبر التلفاز درسا دينيا تطرق فيه الأستاذ المحاضر إلى مراتب الدين الإسلامي، مراتب وكل ما يتعلق بصيام رمضان، وختم درسه بالدعوة إلى الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاقه في حياته اليومية. بعد ذلك قمنا بأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح جماعة بالمنزل. قرأ أبي في الركعة الأولى الفاتحة وما تيسر من سورة الملك، وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة ما تيسر من سورة القرآن. انطلاقا من السياق والسند المكتوب ومن خلال ما تعلمته من دروس التربية الإسلامية، أجيب عن الأسئلة الثانية. استظهر كتابيا وبالخط العادي على العادي. فاعترفوا بذنبهم، نعم فاعترفوا بذنبهم، احتل بذات الصدور، نعم هذه طبعا هي الاولى. اذا انتم تحاولوا تكونوا ضبطتوا هذا الشيء. سأقرأ طبعا عليكم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، ان الذين خشوا ربهم بالغيب لمغفرة كبير، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. نمر الى طبعا السؤال الثاني. هذا طبعا خصكم تحفظوا القران ضروري، تحفظوا السور المطلوبه. هنا عندنا قالوا لنا اشرح مناكبها، فمشوا في مناكبها، نعم مناكبها هي طبعا طرقها، طرقها اشرح القاعدة طبعا التجويدية، وأسروا، نعم لاحظوا وأسروا، فهنا ترقيق الراء، نعم ترقيق الراء. علاش تم ترقيقها؟ لأن الراء مسبوقة بكسر، أسر لأنها مسبوقة بكسر لازم. تحدث الأستاذ المحاضر، نعم تحدث الأستاذ المحاضر عن مراتب الدين الإسلامي، سل بخط بين كل مرتبة. نعم احنا عندنا المراتب، عندنا الإسلام الإيمان والإحسان. هذه المراتب، هو الإخلاص في العبادة وأداؤه بالإتقان، الشهادتان الصلاة الزكاة، هذا ما الإسلام، والشهادة شهادتان الصلاة الزكاة الصيام رمضان الحج. الإحسان هو هذا. الإيمان هو التصديق اليقين بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. الإيمان. أما الإحسان هو الإخلاص في العبادة وأداؤه بإتقان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم الآن سنمر إلى أسئلة أخرى تتعلق لنا طبعا بواحد الجدول سنقوم بملئه. نعم هنا قلنا كتبنا خلي نقربوها شويه، قالوا لنا هنا ضع ما يلي في جدول. اذا الاسلام، اذا ترك الاكل والشرب، دخول شهر رمضان، تعجيل الفطور، القدره، الافطار على وتر من التمر او ماء، طبعا العقل، ترك اخراج القيء. نعم فطبعا هنا ترك الاكل و هنا ترك الاكل والشرب هذا من الفرائض، ترك الاكل والشرب. اما طبعا بالنسبه طبعا شروط الصيام فخص تكون الاسلام، الاسلام من شروط الصيام. دخول شهر طبعا رمضان، دخول شهر رمضان فهو من شروط الصيام، دخول شهر رمضان. تعجيل الفطور هذه مستحبات، تعجيل الفطور هذه تعجيل الفطور، نعم. ثم طبعا القدرة، فالقدرة من شروط الصيام، تكون قادر. الإفطار على وتر من تمر أو مات هذه راها من مستحبات، الإفطار، الإفطار على وتر من تمر أو ماء، من تمر أو ماء، مهم. طبعا العقل فهذا كيدخل في شروط الصيام، ضروري ما يكونش ضروري من العقل. ترك اخراج القيء، نعم ترك اخراج فقط راه من الفرائض، ترك اخراج القيء، التربية الإسلامية راه سهلة بحقها. اكتب هنا
اكتب أسفل كل جواب صحيح أو خطأ. بعد أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة لقي من قومه من دار الدعوة فاصدع بما تؤمر، يعني دار الدعوة الجهرية. إذا كان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة السرية والدعوة الجهرية. الدعوة الجهرية، هل القوم ديالو آذوه واعتدوا عليه جسديا وحاولوا قتله؟ نعم صحيح هذه كانوا إيه؟ استحسان وسرتان وتأييدا؟ لا خطأ عليه، فآذوه فكان يقول اللهم اغفر لمن لقومي فإنهم لا يعلمون. اتهموا بالجنون والكذب والسحر، نعم هذا صحيح اتهموه. ثم عندنا قال الله طبعا تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذه في قصة أصحاب الجنة، نعم كما درسنا هو الحق الذي لم يرعاه الأبناء بعد وفاة أبائهم. أحيطوا الجواب صحيح، واش حق الدواب أم حق المسكين أم حق طبعا الأغنياء؟ فطبعا هم لم طبعا حق لم يرعى الأبناء حق المسكين، حق المسكين نعم، لم يرعى الأبناء بعد وفاة أبيهم حق المسكين فأصبحت كالصريم. نعم فأصبحت كالصريم. شكرا لكم على المتابعة، ترقبوا في الحصص القادمة مجموعة من نماذج امتحانات للاستئناس وطبعا للتمكن واكتساب معارف تساعدكم وتزودكم من أجل إنجاز امتحان بسهولة وبيسر. حظ سعيد لجميع أبنائنا، وشعارنا طبعا لا للغش، من غشنا فليس منا. امتحان سهل إن شاء الله، وتعودوا على الاعتماد على الذات طبعا. وفقكم الله جميعا، شكرا لكم على المتابعة. قناتكم هذه طبعا لكان شي ملاحظات أو تعليق فنحن مستعدون لي طبعا باش نحسنوا القناة. نعم.